جداً لليوسفية هيثم عين يسجل هدف بشكل راقي. عمل كبير والتمريرة من جديد كانت للبديل وعين يسجل هدف بشكل جميل وجميل جداً. 3-2 ودقيقة واحدة عن نهاية المباراة ستمنحنا فرصة متابعة تواني من نار في الوقت المضاف من هذه المباراة. هدف جميل وجميل جدا. وداد في الجولة الثانية نسخة سيئة لما تابعنا في الجولة الأولى من هذه المباراة. كرة لليوسفية، تدخل بدر قادرين الإعادة. لو قلنا الوداد عاقب اليوسفية بهدف ثالث للنهيري بعد تضيع لفرص، حتى اليوسفية هذا المرة عاقب الوداد على تضيع فرص من قدم وترجي. وكل شيء ممكن في الدقائق الأخيرة من هذه المباراة، كل شيء ممكن. 4 دقائق وقت مضاف سنتابع فيها الكثير من المفاجآت اليوم. كرة في تماس الوداد، أمين تغزوي اللي بعد دخوله ما شفناش، لأنه الوداد آمن بأنه لازم وأنه يوضع حد لخطورة اليوسفي، وآمن بالفكرة الدفاع على حساب ربما المردود الهجومي اللي كان غائب تماما إلا عبر